هناك في تونس والمرافق لبعثة الفريق هناك. إن شاء الله يعودوا لنا بالسلامة ويقدروا إن هم يكونوا موفقين في حصد 3 نقاط هامة جدا. قبل ما نروح لفاصل عايز أتكلم شوية في أخبار النادي الأهلي وخصوصا بعد مباراة الأمس، والتركيز كله دلوقتي خلاص منصب على مباراة النجم الساحلي، ودي طبيعة النادي الأهلي. أنت بتخلص مباراة أيا كانت مع مين نتيجتها إيه بتفكر في اللي جاي على طول، فبالتالي تفكير النادي الأهلي خلاص في مباراة النجم الساحلي. هم اتحركوا النهاردة الصبح زي ما حضراتكم شايفين كده في لقطات حصرية معانا من الجونه بطياره خاصه لتونس على طول. وفي الحقيقه فعلا زي ما قال كريم كده كان قرار مميز جدا مجلس اداره النادي الاهلي توفير طائره خاصه للفريق عشان تقل الفريق من الجونه لتونس مباشره بدل ما تضيع وقت وترجع القاهره وبعد كده تروح على المطار عشان تروح على تونس. فدي كانت او ده كان قرار مميز جدا في الحقيقه. بالتالي هم مشوا النهارده تقريبا الساعه 10 الصبح ووصلوا بعد 4 ساعات ونص، وزي ما قال لنا كريم كده راحوا اتغدوا في الاوتيل على طول، وكل لعيب راح على الغرف الخاصه بيه عشان يستعدوا للمران المسائي. المران بالظبط هيكون في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت تونس، فرق ساعة ما بين هم قبلينا بساعة، فيعني كمان ساعة الا ربع كده هيكون تدريب النادي الأهلي. القايمة هي اللي كانت موجودة في مباراة اللاجون، 22 لاعب: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، أحمد الشيخ، أفشة، أجاييه، رمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات، مروان محسن، ووليد أزار. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. كمان تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال إيه؟ قال إن إحنا قفلنا خلاص صفحة الجونة وجاهزين لمواجهة النجم الساحلي، وبدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل لهذه المواجهة يوم الجمعة المقبل بإذن الله. وقال ان الاهلي يحترم فريق النجم الساحلي، عنده خبرات كبيره والبطولات الافريقيه كمان عنده عدد كبير من الالقاب، فبالتالي المباراه هتكون صعبه. ده كلام الكابتن سعد عبد الحفيظ. كمان قال ان لاعبي الاهلي سيكونون على قلب رجل واحد، وده اللي احنا متعودين عليه دايما من لاعبه النادي الاهلي. الكابتن سامي قمصان بعد المباراه او النهارده الصبح بعد مباراه الجونه الصبح اتحرك للقاهره عشان يقود تدريبات المستبعدين، وهيرجع على تونس ان شاء الله او هيوصل تونس يوم الخميس عشان ينضم للبعثه هناك ويكون متواجد في مباراه النجم يوم الجمعه باذن الله. فايلر كمان اطمن على ترتيبات اقامه الفريق في تونس من خلال تواصله مع الكابتن سيد عبد الحفيظ او من خلال جلسه كده جمعت ما بينهم بخصوص طبعا مقر الاقامه، برنامج الفريق هيكون هناك ازاي، ملاعب التدريبات. وزي ما قال لنا كريم كده وزي ما عرفنا ان ملاعب التدريبات الاهلي دايما لما بيروح تونس بيتمرن على ملعب الجامعه التونسيه، ده ملعب خاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم اللي بيتمرن عليه دايما المنتخب التونسي. هنتمرن تمرينين النهارده وبكره، ويوم الخميس ان شاء الله المران الرئيسي طبقا لوائح الاتحاد الافريقي هيبقى على الاستاد اللي هيستضيف المباراه، وهو استاد رادس باذن الله في نفس توقيت المباراه. طيب كابتن سمير عدلي في الحقيقه كان عمل مجهودات كبيره، احنا شايفينه قدامنا على الشاشه، راجل بيعمل مجهودات عظيمه في الحقيقه، عنده خبرات كبيره جدا في كل هذه الامور الاداريه. يعني الاهلي يخوض النهارده المران زي ما قلنا لحضراتكم، وده شيء هيكون مهم جدا طبقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني. بعثه الفريق وصلت خلاص زي ما احنا عارفين، واكيد كان في استقبال البعثه الكابتن سمير عدلي وكمان السيد نبيل الحبشي السفير المصري في تونس، استقبلوا البعثه في المطار، وكان في طبعا استعدادات لاستقبال البعثه قبليه ب 48 ساعه لما سافر المدير الاداري الكابتن سمير عدلي. نبيل الحبشي كمان سفير مصر في تونس وجه الدعوه للبعثه لبعثه الاهلي لتناول العشاء مساء اليوم الثلاثاء، وده شيء بيبقى دايما معتاد من خلال السفراء في اي دوله بيروح فيها النادي الاهلي، بيبقوا حريصين جدا على تسهيل كل العقبات بشكل كامل يعني. طيب الامور ماشيه بشكل كويس، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مهمته الاولى في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله المنتظره والغايبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي وبيفتقدها بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي.